لكم في حلقه سؤال النهارده. سؤال النهارده بيقول ايه هي امراض ومخاطر السمنه. انا قبل ما اقولها لكم عايز اقول لكم ليه اخر 20 سنه العالم كله بيتكلم في امراض ومخاطر السمنه. اخر 20 سنه مخاطر السمنه وامراضها كانت سبب رقم واحد في الهرم بتاعت الاسباب بتاعت الوفيات والاعاقات. اخر 20 سنه الاول السمنه وبعد كده السرطان وبعد كده التدخين. ال 20 سنه اللي قبليها الاول السرطان عشان كده العالم كان مهتم بيه، وبعد كده السمنه وبعد كده التدخين، واللي قبليهم العكس. فالناس كلها بتتكلم على العالم كله بيتكلم على ليه على الدايت وعلى التخسيس عشان الامراض والمشاكل اللي هم ايه السكر والضغط والجلطه والخشونه وتصلب الشرايين وتعقل المفاصل والسكته الدماغيه وخلافه. فمن فضلكم لازم تعرفوا ان انتوا لازم تخسوا وتعملوا دايت عشان صحتكم تبقى احسن وتجنب الامراض مش عشان شكلكم. من فضلكم شير للفيديو عشان الناس كلها تستفاد. تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.